في منطقة الجزاء. عامر يتقدم، عامر يلعبها عالي، عامر تصطد أيضا بالحيطة وتبعد بعد ذلك من حيطة الكرت، معمولة أيضا من لاعبي فريق اتحاد كرت. يدير بيبينية أمام، أقرب لمحمد عبد الله وخطير، جول ثاني للبنياسي عن طريق المارد سنغاهور. سنغاهور يسجل ثاني أهداف فريق بنياس بلعبة وبتوقيت خاطئ كان من محمد عبد الله في اللعبة الماضية. شوف اللعبة، شوف اللعبة، شوف يدير، اصطدت في المدافع، سنغاهور كان في موقف سليم، اصطدت في الأرض، توقيت غير سليم من محمد عبد الله، ومن فوق الجميع يظهر المارد سنغاهور يسجل هدف ثاني لمصلحة فريق بنياس. اثنين بنياس، اثنين بنياس برأي